اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفنا في هذه الفقره، النجم الكبير والمدير الفني القدير كابتن خالد عيد. ازيك كابتن خالد؟ كابتن اسلام تحياتي ليك والله ربنا يخليك، وانا فقره مبسوط جدا ان انا معاك النهارده. شرف لينا كابتن. ربنا يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. يعني لسه كنا بنتكلم انا وحضرتك، عملت موسم رائع الحقيقه مع غزل المحله. ما كناش متخيلين ان ممكن المحله هيقعد سنه كمان في الدوري الممتاز، واعتقد ان انت اديت ما هو مطلوب منك. يعني والله الحمد لله، يعني احنا طبعا الفضل يرجع لمنظومه كلها من اول الاداره لغايه اللعيبه والناس الاستاف، الجهاز الفني الاداري والطبي، مجموعه كانت كلها كويسه. يعني جبنا لعيبه صغيره معظمهم كان من الدرجه الثانيه، وتحدينا بيهم ان احنا نصعد بيهم، وصعدنا الحمد لله. وقلت لهم احنا نصعد ان شاء الله، معظم اللعيبه دي هتكمل، مش ما عملتش يعني، لا اعتمدنا عليهم يعني، وكانوا رجاله فعلا، وكانوا على قد المسؤوليه، وعملوا الموسم اللي هو اللي فات دوت، عملوا موسم كبير جدا برغم صعوبه الدوري. كانت الدوري السنه اللي فاتت كان صعب جدا يعني. فتحيه لهم كلهم، للعيبه كلهم، كانوا لعيبه رجاله بصراحه يعني. الفترة دي يا كابتن كانت فترة صعبة جدا، لان انت حضرتك لم تستعين تقريبا بعدد قليل جدا من اللي كانوا بيلعبوا في الدوري الممتاز، فاعتقد ان تجربه ونجحت جدا. ايه اللي حصل بعد كده بقى؟ لا هي بس ممكن بدانا الدوري كويس جدا، و يعني خلصنا الدور الاول كنا في مركز كويس. الدور الثاني ممكن يكون الاداء او النتائج اختلفت شويه. اللعيبه برضو قله الخبرات، ان احنا ما كانش عندنا لعيبه كبيره تقدر تتحمل ضغط الماتشات اللي هو كل 3 ايام ماتش. غيابات كتير حصلت في الفرقه، اصابات وكده ممكن تكون اثرت على اداء الفرقه. لان طبعا انت زي ما قلت لك، انت ما عندكش نجوم، اللعيبه كلها بيلعبوا بسيستم واحد يعني. عملت نجوم بالظبط، فاللعيبه ديت انا شايف ان هم عملوا انجاز ما حصلش. ان انت تجازف وتلعب باللعيبه دي بعد الصعود من الدرجه الثانيه، كان المجازفه، وكان كنت انا على حق ان هم اللعيبه ديت لعيبه كويسه وتقدر تكمل وتقدر تلعب في الدوري. الدوري الممتاز انا شايف ان هو ممكن يكون اسهل من الدرجه الثانيه. فعلا؟ طبعا. طبعا الدرجه الثانيه صعبه جدا يعني، الدوري الممتاز اسهل يعني. وبدليل ان انت قعدت في الدوري مع فرق كبيره، حققت نتائج كويسه، الحاجات دي كلها تتحسب للعيبه برضه. حققت نتائج كويسه مع اهلي وزمالك وبيراميدز واسماعيلي سموحه وانبي وطلاع الجيش، ويعني عملنا نتائج كويسه جدا. سيراميكا يعني الماتش الاخير اللي احنا تعادلناه في ملعب سيراميكا ده، كنا كسبانين لغايه الدقيقه 95 يعني، ضربه جزاء اتحسبت. وفي ماتشات كتيره احنا تعادلناها او وخسرناها ما نخسرهاش يعني. طب كابتن، الفتره دي كانت فتره جيده جدا، اخر الموسم الكل توقع ان حضرتك هتكمل والدنيا ماشيه، وخالد عيد ده نجم يعني كل حاجه حلوه. هو في اختلافات يعني في وجهه النظر، بس يعني احنا انا عادي يعني بنهايه الماتش خلص، كان انتهى. انتهى موضوع التجديد والحاجات دي والكلام ده، انا كنت يعني مأجل الحاجات دي كلها لبعد انتهاء الدوري يعني. اوكي. ما عجبهمش الكلام بتاعي يعني، لا فبداوا يتفاوضوا مع مدربين وكده. ده طبيعي يعني؟ انت شايف ان ده طبيعي؟ مفيش مشكله، طبيعي عادي جدا يعني. بس ده اللي حصل يعني. وبعدين فوجئت ان الكابتن مختار كان جاي، وبعد كده الكابتن مختار ما كملش ومشى، وجه الكابتن محمد عودة يعني. هو اللي موجود دلوقتي في على راس الجهاز الفني يعني. المحله فريق كبير وفريق جماهيري، وله ظهير جماهيري كبير جدا طبعا. المحله من اكبر واعرق الفرق في الدوري. شايف مستقبله ازاي بقى في الموسم اللي جاي، خصوصا في ظل ان اللي انا عرفته ان مجموعه كبيره من اللعيبه اللي كانت موجوده مشيت كمان؟ تمام. انا بتكلم برضو حتى اللعيبه اللي مشت يعني، كانت في لعيبه يعني تستاهل تقعد يعني، وفي برضه ديت وجهات نظر برضه يعني. طبعا. الحاجه الثانيه ان انا طبعا انا بعيد دلوقتي شويه عن النادي يعني، انا لما بمشي خلاص يعني بتبعد. ببعد. ف طبعا انا بتمنى طبعا نادي المحله كل التوفيق يعني، طبعا نادينا وهو اللي عملنا وعمل اسمنا وكده، بغض النظر عن الاشخاص يعني. لكن انا طبعا احنا كلنا مساندين كابتن محمد عودة، ربنا يوفقه الفتره اللي جايه ان شاء الله. مهمه صعبه جدا، وان شاء الله ربنا يكرمه ان شاء الله فيها، ويحققوا ويبقى مكملين في الدوري ان شاء الله. طبعا زي ما انت قلت كده، المحله نادي كبير له جماهير كتيره، له شعبيه كبيره جدا بين الفرق في الدوري. اتمنى طبعا ان شاء الله يكونوا في مركز كويس ان شاء الله السنه دي باذن الله.
في مباراة الأهلي تحديدا كان هناك أخطاء تحكيمية واضحة جدا ضد النادي الأهلي لو تفتكر الماتش ده 1-0. أيوة. المحلة كسب 1-0. دي كانت يعني فترة صعبة جدا على النادي الأهلي. كنت دايما بتشوف الموضوع ده إزاي؟ بدليل أن أنت في بعض كلامك يعني أو من خلال كلام حضرتك قلت أن هناك بعض الأمور اللي حصلت زي مثلا ضربة الجزاء اللي بتحتسب في أواخر المباراة ضد فريق المحلة. هل شايف التحكيم المصري في مشكلة؟ لا بص هو التحكيم عامة يعني ما بحبش اتكلم عن التحكيم يعني، بس هم في كان في برضو احنا اتظلمنا كتير. ايوه يعني انا من اكتر الفرق اللي اتحسب عليها ضربة جزاء حوالي اكتر من 10 ضربات. انا سمعت لحضرتك تصريح كده قلته. لا بس في ما قلتش، لا موضوع ضربة الجزاء اللي كانت بتاعت الاهلي وكده، لما قالوا ان في ضربة جزاء للاهلي كان الكابتن محمد معروف الحكم، لا كانت هي اتأولت غير كده يعني. قلت ممكن انا من بره ما اشوفهاش يعني، انا بره الملعب ضربه جزاء يا واضحه محمد هاني يعني، انا ما قلتش برضه ضربه جزاء صريحه يعني، انا قلت ايه ممكن تتحسب وممكن ما تتحسبش يعني، في حاجات من دي كتير بتحصل يعني، لكن انا كضربه جزاء وانا شايفها ما شفتهاش من بعيد يعني. لكن انت واقف في الناحيه الثانيه. لان احنا كنا الجهه الثانيه هو كانت في نص ملعب اللي كان فيه المحل كان بيلعب دكه النادي الاهلي يعني. فاتأولت اللي انا بقول ده في ضربه جزاء للاهلي وكان، لكن انا ما عمري هقول كده يعني. لا طبعا هو في مدير فني حتى لو راجل جزاء. ده انا بقول لك انا عانيت السنه دي من في ماتشات كتير اتظلمت فيها، فانا مش شايف ان احنا برضو ما كناش نستاهل ان احنا يتحسب علينا ضربات الجزاء دي كلها يعني. انا في ماتش الانبي ضربه جزاء مش عارف اتحسبت عليا واحنا كسبانين 1-0. ماتش سيراميكا ضربه جزاء في ضربه جزاء جت في ايد اللاعب بتاعنا غصب عنه انا يعني، بس طبعا دلوقتي القانون ما فيش فيه في خلاص انت بتنفذ القانون وخلاص. طبعا طبعا الحكام طبعا يعني برضو الواحد يعني هم خط احمر يعني، الواحد يعني الواحد حتى ما كان بيجي يعترض عمر بس ما اعترضت بشكل مثلا يبقى في مشكله. لا حضرتك من المديرين الفنيين المحترمين الحمد لله. فبقى الامور على الفرقتين يعني. طب لو انت معاك الفار دلوقتي وشايف الكره دي هتقول ايه؟ طب شوف كده على بص. لا هي واضحه يعني يا كابتن خالد، مش انت ممكن فعلا وانت واقف في الملعب هتبقى صعبه بعيده. بص انا واقف هناك اهو شوف. ايوه انا شايفك الناحيه الثانيه صعبه. وفي واحد بص وفي واحد واقف قدامك حتى. والله انا بصراحه يعني مش يعني بقول ممكن حكام تحسبها وممكن حكم ما هو الحكم ما هو الحكم متهيألي مش رجع للفار في الكوره دي. لا بس هو لا لاعب كمل اللعب عادي. اصل دي كانت مؤثره في نتيجه المباراه يعني، المباراه كانت لسه 0-0 لسه ساعتها. بس انا عايز اقول حاجه بس اتفضل. احنا في الماتش ده كنا كويسين قوي في الماتش. لا ما حدش بينكر يعني احنا برضه عشان ايه يعني ما نقولش ان الاهلي كان، لا احنا كنا ممكن نجيب كمان في الاهلي جوان. ايوه الاهلي كان من اسوء الماتشات اللي لعبها. متفقين مع حضرتك في هذا الموضوع. بس انا لكن موضوع ضربه الجزاء ده انا برضه ما اقدرش احكم فيها. ما تقدرش تحكم فيها طبعا يعني. طبعا لا يكون في عون بقى الحكام لو على هذا الكلام، لانه فار اهو بقى لنا كتير. انا برضه مش هقدر اقول لك برضه اللي هي ضربه جزاء برضه يا اسلام. لان طبعا انا كسبان الماتش ما اقدرش اقول لك ضربه جزاء. طيب لا احنا بنقول ان هي ضربه جزاء، وهو ده اللي يهم جمهور النادي الاهلي الحقيقه، لانه في الاخر انت كسبت الاهلي. اكيد طبعا يعني في الاخر انت كسبت الاهلي وكسبت الزمالك. اكيد الحمد لله. واعتقد تعادلت مع بيراميدز وتعادلت مع الاسماعيلي. والاسماعيلي نتائج قويه. كسبنا يعني انبي، كسبنا الجيش، كسبنا الانتاج، كسبنا الدجله، تعادلنا مع الاتحاد في ملعبه عندنا. انا عملنا نتائج الحمد لله كويسه يعني. نتائج كويسه جدا يعني. يعني انت راضي عن الفتره اللي حضرتك كنت موجود فيها؟ الحمد لله طبعا. السنه طبعا اللي كنت موجود طبعا فيها طبعا اكيد يعني. طيب خلينا ننتقل لملف اخر وهو ملف منتخبنا الوطني. بكره ان شاء الله في مباراه ضد ليبيريا في اطار الاستعداد طبعا لمباراه كاس العالم، تصفيات كاس العالم لمباراتي ليبيا. اولا ايه راي حضرتك في اختيار كارلوس كيروش كمدير فني مع المجموعه اللي موجوده معاه؟ اول حاجه طبعا انا طبعا كنت نفسي حسام البدري يكمل يعني. والله طبعا اول حاجه الراجل يعني ما عملش حاجه يعني ان هو يمشي يعني، بالعكس انت لو جيت بالارقام وكده ماشي كويس جدا يعني، راجل
مساعدك أم أفريقيا مش كده؟ أيوه. وماشي كويس في المجموعة بتاعه يعني. بالظبط. فالنهاردة عشان أمشي مدرب يبقى في حاجة يعني عشان أمشيه يبقى نتائج سيئة، معلش يعني ما تقوليش الأداء. ما تقوليش الأداء. أنا النهاردة مش هتحاسب على الأداء. أنت حاطط له حاجات إن هو يصعد كأس عالم ويصعد أمم أفريقيا، هو كان ماشي كويس جدا في الفترة دي. الحاجة التانية خلاص أنت حسام بدري مشى، في جه كارلوس كيروش، كروش جه مسك، يبقى احنا بنقول احنا منتخبنا وبلدنا احنا في كل حد، احنا اهم حاجه المدرب اللي يكون جاي على قد المسؤوليه. وانا شايف اللي هو برده مدرب مش وحش، السي في بتاعه كويس يعني، السي في بتاعه قوي طبعا جدا. فاتمنى له طبعا ان هو ربنا يكرمه في الفتره الجايه ديت ويحقق طبعا كل طموحات الجماهير المصريه. تصريحاته ان هو من اوائل التصريحات اللي قالها ان هو فتح الباب لكل الناس اللي موجوده في الدوري، هل ممكن يحصل ده ولا انت شايف ان هو برده هيبقى العدد مقصور على عدد معين من اللاعبين؟ انا اتمنى طبعا هو يقول الكلام ده ويبقى كلامه صح يعني، لان طبعا إن انا شايف ان برده من وجهه نظري يعني ان في لعيبه كتير بتتظلم ما بتروحش منتخب وهي تستاهل تروح منتخب. في لعيبه كويسه جدا يعني، الفتره اللي فاتت برده كانت في لعيبه ما انضمتش، انضمت الفتره دي وكانت لازم تبقى موجوده في المنتخب يعني. اول حاجه بص يا اسلام، احنا منتخبنا معلش يعني، انا كنت صريح معاك يعني. لا جدا، انا المنتخب تحس ان احنا بالنسبه للمنتخبات العربيه زي الجزائر والكلام ده، احنا منتخبنا مش اللي هو بالقوه اللي انا بشوف بيها منتخب الجزائر، منتخب تونس، المغرب، لا احنا 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 عندنا لعيبه كويسه جدا. وبالذات كمان معلش احنا حتى الاختيارات، انا معظم لعبتنا يعني مع حاجات كده يعني صغيرين جدا، اجسام صغيره، اجسام قليله جدا يعني. ممكن يكون عندنا المهاره بس برضو المهاره مع القوه الجسمانيه والكلام ده. طب العيب فين يا كابتن؟ ما هو هنقعد نتكلم في هذا الكلام، ممكن نقعد نتكلم فيه كتير جدا، كتير طبعا، لكن في الاخر انتقاء اللاعب لازم انت قبل ما بتجيبه والكلام ده لازم تكون يعني في عناصر، مثلا ايه زي انا بقول لك ايه يعني لعيبه كانت بره المنتخب وما خدتش فرص، ولعيبه برضه زي ما بقول لك اقويه واجسام زي حسام حسن اللي هو راس حربه النادي الاهلي دلوقتي. حسام كان لازم يلعب منتخب مصر من فتره. اوكي. في ناصر منسي، ناصر منسي الجيش كويسه جدا، محمد شريف، الناس، مصطفى محمد، انت عندك حاجات هي تقدر تشتغل عليها، تشتغل عليها. عندك مثلا رمضان صبحي، عندك محمد السيد اللي هو زيزو، احمد السيد، احمد زيزو، يعني لعيب كويس جدا برضو كقوه جسمانيه، عندك عناصر كويسه جدا. انت ما اعرفش انت ساعات بتروح تختار حاجات كده يعني حضرتك من وجهه نظرك كانت الاختيارات السابقه هي لها دور في شكل واداء المنتخب السيء. اكيد طبعا، اكيد طبعا طبعا. ده اكيد يعني. لكن انت عندك يعني ممكن عنصر المهاره اللي عندك زي في اللعيبه المصريه، مش اللعيبه زي بتوع زمان زي بركات وابو تريكه، احنا ما كان عندنا منتخب زي الاسامي ديت، كان عندنا منتخب قوي، كان عندنا منتخب معظم اللعيبه اللي كانت بتلعب اجسام قويه ومهارين كويسين جدا. فكان عندك شكل المنتخب، قعدت كام سنه انت مسيطر على البطولات الافريقيه وبشكل اداء قوي جدا يعني. احنا هات لي بقى الفتره اللي فاتت دي كلها احنا ما عندناش، من 2010 تقريبا لغايه دلوقتي الدنيا الكيرف نازل بغض النظر عن الفتره بتاعت كوبر يعني. بالظبط. لكن احنا ما عندناش العناصر القويه اللي هي تقدر تبقى في التحامات في الماتشات وتأدي بصوره كويسه قدام الفرق الكبيره. هل دي مشكله في البناء نفسه ولا في اللاعبين، في بناء الاجيال في المنتخب، تجديد دماء، نزول بمعدل اعمار، تواصل اجيال؟ ما هي دي مكمله، كلها مكمله لبعض يعني. يعني انت معلش النهارده الجيل اللي هو كان مع الكابتن حسن شحاته، الجيل بتاعكم بتاع بطل بتاع بركات، كان لازم يبقى فيه تواصل. انا يعني انا كان في رايي المنتخب الاولمبي ده كان اقرب الناس، اللعيبه دي كانت اقرب ناس ان هي تنضم للمنتخب، لان اسماء كانت في موجوده في المنتخب الاولمبي اسماء كلها كبيره وقويه وكانت بتلعب كلها دوري ممتاز، وكان منتخب بصراحه حاجه تشرف بصراحه. البطوله الامم الافريقيه اللي خدوها، الماتشات اللي هي كانت في دوره الالعاب الاولمبيه،
لعيبه كويسه جدا كانت ممكن تكمل بيهم. وكان ممكن، ما هو انت بتعمل منتخب اولمبي ليه؟ مش تدعيم للمنتخب الكبير؟ طبعا بتعمل منتخب الناشئين عشان يدعم المنتخب الاولمبي ويبقى في تسلسل في. طب ايه رايك في اختيار كابتن شوقي غريب مره، او اعاده اختيار كابتن شوقي غريب مره اخرى؟ ما هو لو بنفس المنطق اللي حضرتك بتتكلم بيه اللي هو كابتن حسام يعني كل ارقامه جيده، لا كابتن شوقي برده كل ارقامه جيده جدا، بمعنى ان هو خد بطوله الالعاب مطلوب منك ان تاخد بطوله الالعاب الافريقيه، خدت بطوله الالعاب الافريقيه، مطلوب منك ان انت توصل الاولمبياد، وصلت الاولمبياد. وكانوا كابتن شوقي انا سمعته امبارح او اول امبارح بيقول ان كانوا يعني حاجزين لنا ان احنا نرجع بعد الدور الاول، وصلت لدور الثمانيه، وبالتالي نفذ ما هو مطلوب منه. طب ما يكمل، في تسرع في القرارات. يعني انت النهارده لما تقول مثلا بعد دوره الالعاب الاولمبيه وتيجي تروح تقول انا شوقي غريب احنا اقرناه وبعدين بتجيبه تاني، ما انت كده بتهيج عليه الراي العام يعني. طب انت اقلته ليه؟ قال لك اقلته عشان الكابتن كان بياخد مبلغ فاتفقت معاه على نص المبلغ. والله بجد على فكره ده كلام قال الكلام ده كلام يعني مش كلام والله اتقال بجد، تصريح من الكابتن احمد مجاهد، مش كلام وخلاص يعني، برضه مش كلام كوره يعني. انت بتتكلم النهارده هادي، انت المدرب انت مقعده عشان الماديات ولا انت عشان هو كفاءه في التدريب؟ ما هو قال بقى بعد كده ان الكابتن شوقي حقق ما هو مطلوب منه، وبالتالي فنجاده لما جه يختار اختاره هو. طب انت ايه اللي مش ليه مشيت ليه يا اساتذه؟ انت عملت له مشكله، خليت الناس كلها بتهاجم في شوقي غريب دلوقتي، وهو ممكن ما يكونش له ذنب في اي حاجه. لا هو ملوش ذنب كابتن شوقي. وبعدين معلش يعني المنتخب النهارده الاولمبي او اي منتخب، او زي ما قلت لك كابتن حسام بدر في الاول، انت النهارده اما استبعدته ايه يعني؟ انت دلوقتي بعته ليه؟ يعني انت بعته ليه؟ هل هو نتائجه مش كويسه؟ لا نتائجه كويسه بس، لكن انت استثناء مباراه الجابون التعادل. هو المشكله كلها في ان الكابتن حسام الناس طلعت عليه كلام، وان الكابتن حسام مش عارف ايه، والكابتن حسام مش مقبول. الكابتن يا جماعه احنا ده شغل كوره يعني، مش انت النهارده معلش النهارده اما اجي ماشي عشان ماشي شوقي غريب النهارده وبعدين ارجع اجيبه بعد شهر، مش كده؟ لا تقريبا شهر. طب انت مشيته ليه؟ طب ما انت كنت خليته يعني، ما فيش حد في الدنيا بيعمل كده في العالم كله. النهارده المدرب عشان يعمل منتخب كويس لازم تعمل له 3 4 سنين يبقى باستمراريه. يعني حضرتك بتشوف ان القرارات توقيتها بس هو اللي عمل كده؟ طبعا المدربين بس في الدول العربيه اللي بيعملوا ايه تعاقد سنه بتاع الكلام ده مع المدرب، لكن لو جيت بصيت بقى على في اوروبا والكلام ده تلاقي المدرب يتعاقد كام سنه. ما بيحسبوش بقى بالقطعه. النهارده انت خسرت النهارده، كان مشوا مدربين البرازيل لما خسروا كاس العالم 7 ومشوا المدرب بتاع برشلونه لما خسر برده 8 مش عارف من بايرن ميونخ. لا انت بتدي المدرب فرصه ان هو يبقى متعاقد معاك، يبقى حتى عنده اطمئنان في شغله، قاعد مرتاح يقدر يشتغل يقدر يطلع اللي عنده. لكن انت النهارده، انا النهارده عامل عقد معايا سنه، انا عارف قاعد ولا مش قاعد. انت ممكن تمشيني في نص الموسم، ممكن تمشيني بعد، لكن لو انت بتديله مجال او براح في الوقت بتاعه هتاخد منه كتير يعني. يعني حضرتك مع التجربه الالمانيه، الالمان كده، الالمان لما تيجي تبص على عدد المدربين في حياتهم كلها او منذ ان بدات لعبه كره القدم لغايه دلوقتي في المنتخبات تلاقيها قليله جدا. بس انا شايف ان المدرب اللي هو اللي كان موجود في لوف كان قعد فتره كبيره جدا، قعد 12 سنه على ما اتذكر، يعني 11 سنه. هل الناس ديت مثلا احنا هم يعني عندهم كوره احنا ما عندناش كوره؟ ما الناس دي برضو بتفهم يعني، الناس عامله سيستم لمنتخبها اللي هم يبقى في مدرب. لا وبعدين يا كابتن انت عارف لوف ده تحديدا الاتحاد الالماني اعلن قبل بطوله كاس الامم الاوروبيه الاخيره ان هو هتبقى اخر بطوله امم اوروبيه ليه. تمام تخيل. وهيكون موجود المدير الفني الاخر فلان الفلاني، هيبقى موجود هو المدير الفني في نظام يعني وهو راجل كمل وعادي والدنيا مشيت والدنيا ماشيه كويس وكلام ويمشي بشياكه وكل حاجه. لكن ضهر معلش ما تهنش المدرب بتاعك وتمشيه بشكل وحش، كتب عليه في الجرايد يتكلم عليه وده يطلع يقطع وده يطلع يخبط. فحضرتك مش راضي على القرارات اللي تم اتخاذها من اتحاد كره القدم بالنسبه للكابتن حسام؟ لا طبعا. معلش يعني النهارده معلش لو كروش ما وفقش، ما دي طيب هكمل لان دي نقطه مهمه جدا. هكمل مع كابتن خالد عيد، ولكن خلينا نطلع فاصل اخير ونرجع نكمل مع كابتن خالد. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن خالد كنا بنتكلم عن يعني هيلعب ازاي كارلوس كروش في مباراه ليبيا، ليبيريا مباراه حبيه مباراه وديه، هيشوف معظم اللاعبين اللي موجودين، ولكن
هل هتقدر تقول عليه مدرب كويس او مش مدرب كويس بعد مباراتي ليبيا او بعد نتيجه مباراتي ليبيا؟ وبرده عشان ما نحكمش عليه برده يعني، هو لسه ما حطش ايده على الفرقه يعني. واكيد طبعا هو يعني المدربين اللي معاه طبعا كابتن ضياء والمساعدين بتوعه اكيد طبعا ما يبقى لهم وجهه نظر اكتر منه في حضرتك عارف المدربين الفنيين الاجانب ما بيسمعش غير دماغه، بس هو انت النهارده غصب عنه لازم يسمع، لان طبعا هو لسه جاي ما يعرفش برضه العناصر، او ممكن من خلال الماتش الودي دوت ممكن يحط ايده على حاجات. سؤال قلت لي ماتش ولا ماتشين كانت تفرق؟ طبعا، بمعنى لو ماتشين قبل ماتش ليبيا كان نقدر يبص على اللعيبه كويس جدا فيهم يعني. لكن هو برضو من خلال الماتشات اللي هي الاخيره بتاعت الدوري مش كده، او هو جه الكاس هو سموحه وبيراميدز والاهلي يعني يعني برضو الرؤيه عنده كانت يعني ضيقه شويه يعني، لو هو لو موجود قبل كده او في قرار قبل كده كان زمانه عنده رؤيه اوسع من كده يعني. لكن انا شايف ان هو الفتره اللي جايه ديت المدربين اللي معاه هم اللي ممكن يعني يوضحوا له الصوره شويه احسن من كده. رايك في السكواد اللي خده او الاسماء اللي خدها؟ يعني هي تقريبا نفس الاسماء اللي خدها كابتن حسام باستثناء اربع خمس اسماء. في عناصر كويسه جدا برضو يعني، يعني مثلا انضمام مهند لاشين احمد سمير مين تاني، في لعيبه انضمت تستاهل بصراحه، اضافات كويسه جدا يعني. والله حضرتك متفائل خير بيهم جدا يعني. جدا احنا ده اللي انا كنت بتكلم فيه، نقطه القوه في الاداء والكلام ده، محتاجين يعني محتاجين عناصر زي كده. عندك احمد سمير لعيب كويس جدا، عامل موسم هايل. مهند لاشين نفس الكلام، من ديفندرات الكويسه جدا وبتاع لعيب كوره وقوي في وسط الملعب يعني. عندك تقدر يعني، هو انا شايف ان الاختيارات ديت الله اعلم بقى هو اللي مختارها ولا مساعدين اللي معاه، بس اختيارات كويسه. هو ممكن يكون هو، لان هو مختار الاثنين من طلائع الجيش، وهو اتفرج على مباراه الاهلي وطلائع الجيش ممكن. فبالتالي هو وطبعا بمساعده الكابتن ضياء والكابتن شوقي والكابتن عصام والكابتن وائل، لان هم زي ما حضرتك قلت هم اللي لهم الدور الاكبر في أكيد. في أكيد. في هذه الظروف. برضو بعد مباراه بكره يلعب ويشوف الناس وكل حاجه، هيفكر ازاي في مباراتي ليبيا؟ انت مباراتي ليبيا دول يا كابتن انت حطيت نفسك في وقت صعب جدا او وضع صعب جدا في المجموعه. بص ان شاء الله يعني طبعا كل التمنيات للمنتخب ان شاء الله يعدي المرحله دي. مكسب ليبيا الماتش الاخير بتاع انجولا ده برضه ادالهم دفع جامد جدا يعني. الماتش مش هيبقى سهل سواء اللي في ملعبك او اللي بره ملعبك، فانا شايف ان احنا برضه كمان انت الاولاني في ملعبك والتاني بره. لا ان شاء الله احنا باذن الله احنا منتخبنا قادر ان شاء الله يعدي المرحله دي باذن الله يعني. احنا برضه احنا ممكن كانت كبوه كده، انا شايف ان ممكن الفتره اللي جايه ديت ان شاء الله نعديها باذن الله. طيب بكره بقى يلعب ازاي؟ لازم يلعب ال 20 وال 25 اللي واخدهم، ولا حضرتك شايف ان هو يركز على مجموعه معينه اللي هيعرف يختار منها؟ بس هو اكيد طبعا هو في الايام دي كان في معسكر وعارف اللعيبه وبيبص طبعا، واكيد في تقسيمات اتعملت وشايف اللعيبه وكده، لازم هيبص على الناس اللي هو ممكن يركز عليهم هيشتغل عليهم، اللي لفت نظره وفي نفس الوقت ممكن يبقى في تغييرات ما حدش عارف يعني. وانا شايف ان دي مش عيب يعني حتى لو في لعيبه كانت بتلعب ولعيبه من اللعيبه الجديده دخلت لا ما ده طبيعي، ما ده اسمه منتخب مصر مش منتخب حد يعني. انا شايف ان ديت امر طبيعي جدا يعني. طيب من وجهه نظرك مين اللي حضرتك حاطه في دماغك بما انك اتفرجت على الدوري او يعني لعبت كل فرق الدوري، مين اللي مظلوم في عدم انضمامه للمنتخب؟ والله بص يعني في لعيبه كتير يعني، انا شايف ان في لعيبه يعني تقدر يعني او يتعامل ممكن زي زمان كده ما كانوا بيعملوا صف ثاني للمنتخب. انا زي ما انا قلت لك هو فريق الامل بالظبط، انا قلت لك المنتخب اليومي ده كان فيه عناصر تقدر تدعم بيها كويس جدا. والدليل برضو اللي انت لو بصيت على المنتخب الكبير دلوقتي النهارده صلاح محسن موجود، مصطفى محمد موجود، الناس دي كلها كان برضو ما هم دلوقتي كان اللعيبه دي كانت تابعة المنتخب الاولمبي وانضموا للمنتخب الكبير. انا شايف ان برضو في عناصر ما انضمتش السنه دي كانت ممكن تروح المنتخب في الفتره اللي فاتت دي. حتى انا برضو في لعيب برضو رجب بكار الباك رايت بتاع سيراميكا اللي كان بيلعب لعيب كويس جدا باك رايت، وانت محتاج المركز ده كمان يعني. احنا النهارده احنا بنلعب اكرم توفيق
باك رايت في المكان ده ساعات في المنتخب هو ناجح طبعا فيه، بس انا برضو بتكلم ايه في لعيبه كتير في الـ في الـ في الـ مثلا زي رجب بكار اتظلم اللي هو برضو ما راحش منتخب. يعني من اللعيبه برضو اللي اتظلمت اللي ما راحش منتخب. رجب بكار من اللعيبه الكويسه جدا، واحنا عندنا او يعني محتاجين نلعب في الباك رايت او حد يلعب في الباك رايت خلال الفتره اللي جايه كمان، لانه احنا يعني دلوقتي بيتم اختيار مثلا اكرم توفيق وهو مش مكانه. تمام، ما عشان كده بقول مثلا رجب المكان ده بتاعه وعنده ميزه كويسه قوي، بيعرف يهاجم كويس قوي، بيعرف يدافع، وهو برده من اللعيبه المميزين جدا في المكان ده. احنا ما عندناش، احنا بنعاني بقالنا فتره في الباك رايت والباك ليفت. احنا كان برضو يعني معلش يعني احنا الفتره فاتت يعني كم باك ليفت جربناه في المكان ده. هو اختار كريم حافظ يعني على ما اعتقد ممكن يلعب كريم حافظ بعيد برضو يعني ما الفتره اللي فاتت ما كانش بينضم المنتخب. لا ما كانش بينضم المنتخب، انت ضمنت احمد فتوح. احمد فتوح وعبد الشافي واستبعدت مصاب وجاب محمد حمدي. محمد حملي لعيب كويس جدا برضو. فالحته دي عندنا فيها نقص، والباك رايت عندنا فيها نقص كتير يعني. فانا شايف ان برضو ان انت النهارده ما تبص برضو يعني او المدربين المصريين يتكلموا على مثلا اللاعب دوت رجب بكار، يبص عليه بكره كويس جدا وبيقدر عنده ملكه كويسه جدا، يقدر بيروح ويبص وبيعمل اوفر كويس ومهاري كويس جدا في نفس الوقت، هو بيدافع كويس كمان. مش لعيب يعني عنده نواقص في اي حاجه يعني. وجهه نظرك في المنتخب بقى خلال الفتره اللي جايه، هل يستطيع المنتخب عبور ليبيا والوصول الى الدور النهائي في شهر 3 القادم، ولا هتبقى الماتش مع عقرب؟ هو هي احنا قادرين ان شاء الله باذن الله قادرين احنا نوصل، بس الماتشات صعبه يعني. برضه بقول لك ليبيا النهارده عندها حافز اكبر منك دلوقتي 6-4 نقاط و4 نقاط. النهارده معلش يعني النهارده اجي اقول لك لو انا عمل نتيجه ايجابيه معاك هنا في خلص الموضوع يعني خد بالك، لكن انت لازم عشان يبقى عندك الامل هتكسب ان شاء الله، تكسبوا هنا ان شاء الله، ولازم تكسبوا في ملعبه باذن الله. ما عشان تعوض فرق طبعاً النقطتين طبعاً، لان هو عنده 6 نقاط طبعاً، وانت عندك 4 نقاط. طبعا الطريقه بقى اللي يلعب بيها كارلوس كيروش ازاي يا كابتن؟ لانه في العادي في الطبيعي بتاعه بيلعب 4-3-3، وهي طريقه اقرب يعني احنا بنعتبرها، ما اعرفش حضرتك صحح لي، بنعتبرها اقرب للناحيه الدفاعيه اكتر منها للناحيه الهجوميه 4-3-3. ما هو حسب لعيبه وسط الملعب برضه يعني. النهارده لعيبه وسط الملعب هيلعب بواحد ارتكاز ولا هيلعب بيبقى الثلاثة قريبين من بعض يعني. أنا أقول لك على حاجة يعني، أنا الفترة اللي جاية يعني أنا وجهة نظر يعني، أنا شايف إن واحد ارتكاز بس وسط الملعب، واحد بس 4 قدامهم واحد. طبعا يعني 4-1-4-1 ممكن تلعب كده، لأنك أنت عندك عناصر في الحتة الهجومية ديت ممكن تكسر أي حد. طب والدفاعية؟ والدفاعيه ما انت عندك الاربعه اللي ورا والراجل ارتكاز 5 برضه بيدافعوا كويس جدا يعني. يعني انت تقصد 5 يدافعوا و5 يهاجموا؟ مش بالطريقه يعني. لا بتكلم على ايه العناصر اللي بتاعت وسط الملعب. اما احط مثلا لعيب وسط ملعب ارتكاز واحط 2 جنبه يكونوا اقوياء، لعيبه كويسه يعني عندهم المهاره وعندهم القوه، بيدافع كويس وبيهاجم كويس بالظبط كده. عندك مش متقول عندك عندك زيزو، عندك قفشه، عندك مصطفى فتحي، عندك ناس تلعب من جوه كويس قوي. مصطفى فتحي برضو طبعا. طبعا. وعندك ناس تلعب على الاطراف كويسه جدا يعني. عندك مثلا تقدر تلعب صلاح. محمد صلاح لو من ناحيه اليمين، عندك رمضان صبحي، عندك محمد شريف او مصطفى محمد. عندك البعض كان طالب ان مصطفى هو اللي يلعب قدامه وشريف يلعب من الجنب من الجنبين. انت لازم فتره الماتشات لازم تجازف. ما عندكش غير كده في ماتشات ليبيا. ماتش ليبيا ده الماتشين لازم تجازف، لازم تهاجم عشان تكسب. انت هتبكي على ايه؟ انت الماتشين سواء اللي في مصر او في ليبيا لازم تلعب على مكسب. لازم، عشان كده يبقى انت لازم تحط العناصر اللي هي تعرف تهاجم كويس قوي، وفي ناس برضه تعرف تدافع كويس. البعض بينتقد اداء محمد صلاح مع كابتن حسام البدري، ايه رايك؟ من ناحيه اداء جوه الملعب. لا يعني ممكن معلش يعني الفتره اللي فاتت ديت ممكن برضو يعني صلاح لو بصيت في المجمل اللعيبه اللي بتلعب ما فيش حد اللي بيعرف يلعب يوصل محمد صلاح. اللي انا بقول عشان بقول لك ايه، لازم الناس اللي تكون بتلعب وسط الملعب تكون لعيبه كوره. بدايات صلاح كانوا يقول لك ابو تريكه اللي بيودي صلاح بالظبط، بعد كده عبد الله، ابو تريكه وعبد الله السعيد، وكان بركات كان كتير يعني بيساعدوه في الملعب. لكن النهارده معلش يعني النهارده مين بيساعد صلاح في الملعب؟
الناس كلها حاطه في محمد صلاح ده هو الساحر اللي ممكن ياخد الكره من الجول لجول يجيبها جول وخلاص. لازم الناس اللي بتلعب تحتيه تساعده شويه يعني في الملعب. انا زي ما قلت لك لو الناس دي لو بس انا طبعا ما اقدرش اقول كده، انا طبعا مش هحط تشكيل يعني، بس انا بقول انا في وجهه نظري ان عناصر دي لازم تلعب ناس بتوع كوره في وسط الملعب، مش كل اللعب بقى ضرب وعنف والكلام ده. زي مين يا كابتن حضرتك يعني ممكن نتكلم وسط الملعب يعني؟ انا زي ما قلت لك انا في وجهه نظري يعني انا عندي ممكن تلعب السوليه مثلا في قلب الملعب، عندك زيزو ممكن يلعب في وسط الملعب ناحيه اليمين او شغل من جوه او شغل من جوه، ممكن عندك قفشه من ناحيه الشمال او مصطفى فتحي، يعني عندك حاجات كتير عندك عناصر تقدر تشتغل على محمد على رمضان على شريف بالظبط كده، فعندك يعني عندك الناس دي تعرف تجيب اجوان في اي وقت يعني عندك تعرف، وعندك برضو ان هم رمضان بيدافع كويس جدا، صلاح لو طلب منه عنده سرعات يدافع، زيزو يدافع، قفشه بيدافع او مصطفى فتحي بيدافع، قفشه بيدافع فمش شرط ان انت يبقى مثلا ايه بنلعب اثنين ارتكاز او ثلاثه ارتكاز ساعات في الملعب، يعني يجب ان يكون هناك ريسك خلال الفتره اللي جايه طبعا لازم عشان تعدي المرحله دي، المرحله دي محتاجه مش محتاجه ان احنا نقف ندافع ونخسر ابناط والكلام ده. لا بيحل مشكله الباك رايت ازاي؟ باكرم توفيق مثلا، ولا حضرتك شايف انه ممكن يعمل حاجه تاني؟ احمد توفيق هو واخد اكرم توفيق واخد احمد توفيق، هو اكرم توفيق كالتزام يعني ماشي كويس جدا في المكان كويس، بس المشكله برضو في الكوره وهي معانا يعني مثلا محمد صلاح ساعات ممكن يشتغل كتير من جوه، مين اللي يطلع يستلم ويشتغل من بره؟ ما لو حضرتك بقى يعني لعبت بالطريقه اللي حضرتك بتتكلم فيها، ان مثلا لو صلاح دخل لجوه يبقى زيزو هو اللي يطلع من وراه مثلا، ممكن زيزو زمالك ماشي وباك رايت برضه لازم اكيد برضه هيبقى له برضه مهام طبعا برضو. طبعا فمحتاجين برضه ايه المكان ده برضه يكون برضه ايه في حد يعني انا في رايي يعني محمد هاني كان لازم يبقى يكون موجود برضه في بالظبط، انا بصراحه يعني محمد هاني برضه لعيب اولا بيدافع كويس جدا وقوي في نفس الوقت ان هو بيعرف يهاجم كويس، فليه ما يبقاش موجود؟ لا ومكانه ومركزه وحافظه بالظبط، وهو محمد هاني ورجب بكار احسن اثنين في الموسم ده في المكان ده في الباك رايت. طبعا شايفهم حضرتك ان هم أحسن افضل في هذا المكان، احسن اثنين بصراحه طول الموسم يعني طول الموسم طبعًا. بصراحه وهو برضو يعني معلش يعني هاني ممكن يكون اتظلم شويه في الاهلي يعني، لا الاصابه جت الاصل فماشي بس عارف حضرتك سنه الحياه وفي الانديه الكبيره كده، بس هو رجع طبعا رجع كان لازم يلعب اوكي يعني معلش من النهارده معلش الاهلي برضه في الفتره الاخيره يعني كان حته الهجوميه عنده ضعيفه جدا يعني ايوه، فما هو ممكن ده مفتاح لعب برضه يعني يعمل لك اوفر يجول بتاع مع احترامي لاكرم لعيب هايل وديفندر عالمي لو لعب في المكان ده عالمي، بس انت النهارده هاني كان مصاب، ما هو مش هيبقى مصاب طول السنه يعني اكيد يعني لازم كان يرجع وياخد مكانه تاني. على الجانب الاخر راس حربه، يعني احنا كان عندنا في مسابق مشكله في راس حربه، دلوقتي لا عندك اسماء عندنا تقدر طبعًا. تتكلم فيها مصطفى شريف حسام حسن زي ما قلت لك احمد حسن كوكا صلاح محسن واحمد ياسر، احنا ناسيين برضه احمد ياسر ريان وناسيين كوكا وناسيين ناصر منس، لا احنا عندنا فرقه كويسه جدا جدا، بس انت زي ما قلت لك انت لازم عشان الناس دي تبقى كويسه الناس اللي تحتيها تشتغل كويس بتشتغل كويس عشان تساعد الناس دي، عشان اعرف الناس دي تعرف تجيب جوان، اكيد انا نقعد طول الماتش على كوره متعلقه ولا شلوط باي كلام في الملعب. بس حضرتك مطمن من مركز حراسه المرمى؟ اعتقد ان وجود الشناوي ابو جبل صبحي لا عندنا جوان كويسه جدا ما شاء الله يعني، الشناوي السنه دي موسم كويس جدا، ابو جبل كان كويس جدا، محمد بسام برضو حارس بسام طبعا صبحي جون له مستقبل كبير جدا فالفتره جايه ما فيش مشكله في حراسه المرمى بصراحه لا عندنا جوان كويسه وعندنا يعني الناس اي حد يلعب هيبقى كويس يعني حضرتك متفائل الفتره اللي جايه للمنتخب؟ ان شاء الله يعني كارلوس كيروش قادر بس انا زي ما قلت لك انا متفائل لو احنا اتخلينا شويه عن الطريقه الخوف شويه الحته الدفاعيه شويه. انت دايما حتى في طريقه لعبك يعني لا انا ما بحبش ادافع. ما تحبش تدافع؟ خالص. يعني حتى مع الفرق الكبيره؟ ولا مع الفرق طبعا. دايما بتفكر في الهجوم الاول؟ طبعا. بص يا اسلام النهارده معلش النهارده لما بهاجم انا بحس ان انا بخف كمان الضغط عن فرقتي. لو انا هفضل ادافع طول الماتش
ما انا مش لو دخل فيها جول خلاص الماتش خلص خلاص. لكن النهارده لازم بيبقى برضه عندك انياب شويه في الملعب. احنا كنا لما بنيجي نلعب الاهلي والزمالك كنا بنقعد نعصب على اللعيبه ان انت خايف ليه، لازم تهاجم ولازم ما تخافش، بتجرأ اللعيبه بتاعك انها تلعب على مكسب وكده. لكن النهارده عشان افضل ادافع وكده ما لما مشكلة. نقول الكابتن خالد عيد بيفكر او بيعتبر مين مثله الاعلى في المدربين في بره مصر؟ والله بص انا بيعجبني جارديولا طريقه لعبه يعني عشان هجوميه برضه، هجوميه بحته وفي نفس الوقت عنده استحواذ رهيب في ودي انا اولا انا بكره اللعيب اللي بيرجع كره ورا ما بحبوش. اللعيب اللي يرجع كره ورا ما بحبوش. انا النهارده معلش يعني ثلاث ارباع لعيبه مصر كلها اول ما بيستلم يروح عامل كده على الجون بتاعه مرجع الكره لورا. يا عم انت بتضغط فرقتك لما تلعب الكره لقدام، ولازم يبقى عندك انتشار في الملعب كويس عشان تعرف تهاجم وتبقى عندك فرصه ان انت تكسب. لكن اللعيب اللي بيرجع الكره ده بيعطل اللعب. وعندنا برده هنا مشكله برده في اللعيب المصري، عشان يبص لك الكره لازم يتصور الاول، يبص لك ويروح عامل كده ولافف وراجع وفي الاخر يروح مبصيلك. طب ما من الاول ما انت بتاخد وقت، سرعه القرار، الوقت دوت انت يقفل عليك ملعب. فالنهارده لو تبص تلاقي مثلا مان سيتي تلاقيه بيلعب باص من لمسه واحده وان تاتش على طول بيلعبوها في وايه، ولاقيين بعض وشايفين بعض وبيلعبوا، ما تعرفش ان الكوره ان ده بس بيلعب لعب عشوائي. لا ما فيش الكلام ده، لا بيلعبوا اداء عالي جدا. فجاردون من الناس بصراحه اللي هم نجح مع برشلونه ومع البايرن ومع السيتي. اخيرا يا كابتن، لو تختار واحد او ثلاث لاعبين، افضل ثلاث لاعبين في مصر خلال الموسم السابق. هو بصراحه يعني شايف ان ان ان, إن شريف، محمد شريف. وشايف كان قفشه برضه عامل موسم كويس، واشرف اللي هو اشرف شرقي زمالك. بصراحه لو في المحله بقى، لو اخترت واحد المحله كان في فتح الله، محمد فتح الله اللي هو السردباك. بصراحه عامل موسم هايل بصراحه الموسم اللي فات، وانا كان يعني كنت على امل كبير ان كان ينضم برضه للمنتخب، يعني ياخد فرصه يعني. ولد لعيب كويس وقوي وشجاع جدا في الملعب، وكان عنده فرصه اللي هو ممكن يروح المنتخب يعني فيها. وعبده يحيى اعتقد برضه من الاسماء الجيده. عبده يحيى انا كان نفسي يروح منتخب، هو كان سنه منتخب اولمبي والله. مواليد 99. يعني انا كان نفسي برضه ده من المحله يا كابتن. من اجمل المحله، هو واحمد النادري. الاثنين انضموا منتخب اولمبي بس استبعدوهم في الـ في الـ في الاخر التصفيه الاخيره. بس اثنين لعيبه كويسين جدا. طبعا. موجودين لسه في النادي ولا موجودين في النادي؟ لا موجودين في النادي. موجودين في النادي. ومحمد فتح الله موجود. محمد فتح الله موجود. لان كنا سامعين ان هو رايح الزمالك على ما اتذكر او حاجه كده. بص هو كان كلام كله يعني، ممكن في ناس كلمته بس مفيش حاجه رسميه. مفيش حاجه رسميه جت. عموما كابتن خالد هتعمل ايه الفتره اللي جايه؟ يعني هل في عروض؟ هل في حاجه؟ يعني في عروض يعني، بس الواحد ايه قلت برضه اخد راحه شويه كده. محتاج تريح بعد سنه صعبه. لا سنه صعبه جدا. ومن اصعب الدوريات السنه دي. الموسم ده كان صعب جدا يعني. في نفس الوقت يعني ممكن كان جات لي حاجات برضه بره، بس انا مش عارف، ناس بتنصحني بتقول لي ما تبعدش يعني. فانا ان شاء الله كده ناخد فرصه راحه كده، وبعد كده ان شاء الله ربنا يسهل يعني. ربنا يكرمك يا كابتن خالد، حاجه تستاهل كل خير، ويعني بالتوفيق في الفتره القادمه. وانا بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده. ربنا يخليك حبيبي. ربنا يخليك، شرفت ونورتك. الله يخليك حبيبي، ربنا يخليك. شكرا جزيلا للنجم الكبير والمدير الفني القدير كابتن خالد عيد. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.